بسم الله الرحمن الرحيم النهارده بقى ان شاء الله هنبدا مراجعه تالتة اعدادي هنبدا بحل الامتحانات على قد ما نقدر ان شاء الله هنحل امتحانات واسئله كتير question one complete the following statements the concept of space is linked to the change of an object's position as time passes according to a fixed position يعني مفهوم ايه اللي ليه علاقة ب change of an object's position تغير موضع الجسم as time passes بمرور الوقت according to a fixed position طبقا لنقطة ثابتة طبعا قلنا ذا concept of motion مفهوم الحركة motion هي changing the object position as time passes according to a fixed position طيب لو جه سؤال وقال the object that its position doesn't change as time passes الجسم اللي الموضع بتاعه لا يتغير بمرور الوقت ده بيبقى اسمه بقى static object ناخد بالنا احنا بس يعني ايه بنراجع كده ف يعني هنحل السؤال وهنقول برضو قدامه برضه معلومه تانية يبقى الكونسبت طبعا قلنا اوف موشن لكن لو قال لي لو ذا اوبجيكت بوزيشن doesnt change as time basis يعني موضع الجسم لا يتغير بمرور الوقت يبقى the object ات ريست اور ستاتيك اوبجيكت جسم ساكن او جسم في حاله سكون ان فلاورنج بلانتس في النباتات الزهريه A cell division occurs in the anther. الانقسام الخلوي بيحصل في الانثر تو بروديوس طبعا قلنا بولين جرين عشان ينتج حبوب اللقاح طب لو قال لي ان فلاورنج بلانتس اسيل ديفيجن اوكورز ان ذا اوفري لو بدل انثر اسيل ديفيجن اوكورز ان ذا اوفري يبقى هنقول تو بروديوس اوفم او اوفا اللي هي عشان ينتج البويضه لكن هنا طبعا عشان هو بيقول لي ان انثر واحنا عارفين ان الانثر ده اه الميل أورجان يبقى طبعا هيبقى بروديوسز الميل جاميت اللي هو البولين جرينز. اه the solar system النظام الشمسي is located in one of the spiral arms of the طبعا ميلكي واي جالاكسي. اه النظام الشمسي بيوجد في احد الاذرع الحلزونيه لطبعا الميلكي واي جالاكسي. The space mirror uh, whose reflecting surface اللي السطح العاكس بتاعها Is a part of the outer surface of the sphere Any uh, مراية اللي السطح العاكس بتاعها ناخد بالنا The reflecting surface a part of the outer surface ناخد بالنا outer surface of the sphere يبقى ناخد بالنا كده اهو هنرسم اهو كده ادي السفير انهي بقى اللي reflecting surface اهو ده السطح العكس يبقى طبعا هنعملها كده خلاص عشان يبقى واضح ان الريفلكتنج سيرفس هو الاوتر سيرفس اوف ذا سفير طبعا دي الكونفكس ميرور طبعا دي هتبقى ايه الكونفكس ميرور طب لو قال لي بقى ذا سبيس ميرور هوز ريفلكتنج سيرفس از ا بارت اوف ذا انر سيرفس اوف ذا سفير اهو لو انا رسمها هنا لو قال لي الميرور الريفلكتنج سيرفس بتاعها الانر سيرفس اوف ذا سفير يبقى طبعا هنعمل ده دا كده داشز كده اهو يبقى دي كده هتبقى الكونكيف ميرور لان احنا قلنا ان الكونكيف بقى ميرور هي اللي الـ ريفلكتنج سيرفس بتاعها الانر سيرفس اوف ذا سفير لكن الكونفكس ميرور هي اللي الـ يعني السطح العاكس بتاعها هو الاوتر سيرفس اوف ذا اوف ذا سفير يعني السطح الخارجي للكره. I write one example for each of the following statements والله سؤال سهل جدا هو عايز example بس عايزنا نكتب example واحد لكل جملة من دول they are used instead of the glasses and they can stick to the eye cornea and remove it easily هي بتستخدم بديل عن عن النظارات الطبية وبتلصق مباشرة أو بتتلزق على طول على الأي كورنيا على القرنية بتاعة العين and remove it easily وبتتشال بسهولة طبعا قلنا دي الكونتاكت لينسز يعني العدسات اللاصقة. Uh, a living organism reproduced by regeneration. كائن حي بيتكاثر بال طبعا ده الستار فيش نجم البحر سهل جدا طبعا. Uh, it is considered from scalars physical quantities and measured by kilogram. ناخد بالنا هو يعتبر من السكيلر physical quantities والميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ الكيلوغرام يبقى دي طبعا على طول ماس الكتله. Uh, cells are divided by uh, meiosis Uh, to form uh, gametes the uh, reproductive cells an object moves in a straight line and uh, at a speed of 4 meter per second in a certain direction Uh, it's speed reaches 20 meter per second through 4 seconds uh, Calculate the acceleration of the moving object uh, وكمان mention it's type, type أول حاجة وإحنا ماشيين كده هنمشي واحدة واحدة Move in a straight line at a speed of 4 متر per second يبقى دي كده دي كده هتبقى V1 ماشي. وبعدين وإحنا ماشيين It's speed reaches 20 متر per second يبقى كده نكتب فوق كده V2 Uh, through 4 seconds يبقى ادي كده ال ادي كده التايم عايزنا نحسب الاكسلريشن طبعا عارفين ان الاكسلريشن ايكوال uh, v2 minus v1 ديفايدنج t حلو، v2 بكام؟ طبعا v2 ب 20 اهي، minus v1 ب 4 ديفايدنج t uh, اللي هو 4 طبعا هيبقى ايكوال 16 over 4 هيبقى ايكوال 4 متر بير سكند باور 2 ناخد بالنا بقى متر بير سكند سكوير عشان احنا بنحسب الاكسلريشن وطبعا دي بوزيتيف اكسلريشن او اكسلريتينج موشن Uh, question number two. write the scientific term for the following statements يعني اكتب المصطلح العلمي a type of asexual reproduction takes place in plants by their different vegetative organs except uh, seeds a نوع من التكاثر اللاجنسي اللي بيحدث في النباتات في الأعضاء الخضرية المختلفة بتاعتها، except seeds طبعا ما عدا البذور، ده قلنا اسمه uh, vegetative reproduction يعني التكاثر الخضري Uh, as speed of the moving object relative to a fixed or a moving observer. سرعة جسم متحرك بالنسبة إلى uh, ملاحظ ساكن أو متحرك، ساكن زي ما قلنا رجل المرور uh, or a moving observer لو راكب عربية تانية سواء بقى في عكس الاتجاه أو في نفس الاتجاه. يبقى طبعاً دي اسمها relative سبيد. Uh, it contains all the galaxies, stars, and planets طبعاً ده the universe الكون The length of the shortest straight line between two positions طول uh, أكثر خط مستقيم ما بين uh, موضعين طبعاً قلنا ده the amount of displacement يعني uh, The amount of, the, uh, of uh, displacement قلنا يعني كمية الإزاح Uh, study the following figures then answer the name of figure uh, one طبعا ده uh, دي اسمها ال convex lens ناخد بالنا دي اسمها ال convex lens uh, x دي refers to a طبعا دي ال optical center المركز البصري the name of figure two طبعا ده اسمه chromosome uh, point y refers to طبعا uh, centromere Uh, give reason for uh, sual so giddan. The image formed by a plane mirror is uh, always uh, virtual. الصورة اللي بتتكون بالمرآة المستوية بتبقى دائما تقديرية طبعا بيكوز it كان not be received on uh, a screen. عشان طبعا لا يمكن uh, استقبالها على حائل uh, ممكن برضو نزود كمان بقى عشان ده امتحان بيكوز احنا قلنا اول حاجة بيكوز it can not be formed on uh, a screen. دي كده نمبر 1 نمبر 2 بيكوز it formed behind the mirror نمبر ثري بيكوز it formed Uh, from the uh, intersection uh, of the uh, extensions uh, of the reflected uh, light rays. Uh, choose the correct answer the distance covered through a unit time. المسافة المقطوعة في خلال وحدة الزمن طبعا قلنا دي the speed السرعة. طيب مين فاكر ال displacement؟ احنا كنا بنقول ان ال displacement it is the shortest uh, distance Uh, moved uh, at uh, a certain uh, direction uh, from the uh, from the uh, starting position of motion to the uh, final position of motion uh, of motion. لو تفتكروا كنا بنقول it is the change uh, of speed uh, through uh, a unit time in a specific direction هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن برضو في اتجاه محدد أه لابلاس العالم لابلاس is the scientist who established the space theory for uh, uh, explanation the evolution of the solar system العالم لابلاس ده هو أنشأ uh, نظرية اسمها إيه اللي بتوضح uh, نشأة المجموعة الشمسية طبعا قلنا النبولر uh, نظرية السديم لكن الكروسنج اه ستار اه ثيوري طبعا عشان احنا بقى بنراجع كان مين بقى كان اه تشامبرلين اند مولتون طب المودرن كان اه فريد هويل عالم اسمه اه فريد هويل طبعا الكروسنج ستار كانوا اثنين من العلماء تشامبرلين اه اند اه مولتون اه طبعا البيج باج دي, دي مجموعه كبيره من العلماء

السنترومير بقى اللي هي البوينت اوف كونكشن اوف ذا تو كروماتيدز ان ذا كروموسوم اللي هي نقطة الاتصال اللي ما بين الكروماتيداي بتوع الكروموسوم السنترومير اوف each كروموسوم splits سبلتس لينك قلنا بتنشطر او بتنقسم طولياً into تو هافز الى نصفين طبعاً قلنا ده في الانافيز في الطور في الطور الانفصال Which of the following speed time graph describes the movement of an object with constant speed? انهي من الاشكال دي اللي بيمثل السبيد تايم جراف الشكل البياني للسبيد والتايم اللي بيوصف حركه جسم ديسكرايب ذا موفمنت اوف ان اوبجكت وذ كونستانت سبيد يعني ماشي بسرعه ثابته طبعا هنختار بي لان ده اللي هو ماشي بكونستانت سبيد لو لو تفتكروا زي ما قلنا مثلا لو ده 1 2 3 4 لحد هنا كده 5 يبقى طبعا ال 5 دي ما بتتغيرش اهو طول طول ما الوقت عمال بيعدي ا 5 يبقى دي كونستانت سبيد طب ينفع دي تكون كونستانت سبيد لا ده السبيد uh, عماله بتزيد اهو از تايم باسز بس هنا بتبقى ماشيه بي يونيفورم اور ريجولار اكسلريشن هنا بقى هتبقى اكسلريشن uh, عشان ده السبيد مع التايم والسبيد تشينجز اهو السبيد انكريزز از ذا تايم انكريز يبقى دي بوزيتيف اكسلريشن uh, هنا برده دي سبيد وتايم هنا برده بس هنا بقى في الحاله دي ذا سبيد decreases السرعه بتقل as time passes يبقى دي negative uh, acceleration دي برضو هنا uh, ال speed بتقل uh, بس طبعا uh, مش uniformly يعني مش uh, بتقل بانتظام uh, يعني عشان كده دي بيبقى اسمها non-uniform uh, acceleration put uh, more than equal to smaller than in each of the following statements Uh, the image formed by concave lens نفتكر كده الكونكيف لينس واحنا بنراجع ادي كده الكونكيف لينس وقلنا دي بتكون آه نوع واحد من الصور بس اللي هي بتكون آه diminished يعني مصغره يعني آه smaller than the object وطبعا بتكون erect معتدله وطبعا بتكون فيرتشوال uh, بتكون uh, تقديريه وليست حقيقيه طب هما هنا بس عايز بس من ناحيه ايه الايمج فورمد باي ذا كونكيف لينس از أويز از اوبجكت احنا هنا طبعا بتبقى ديمينج يبقى دايما بتكون سمولر ذان ذا اوبجكت يعني اصغر من الجسم ذا زايجوت كونتينز نمبر اوف كروموسومز الزيجوت بيتكون من عدد من الكروموسومات A that in the somatic cells طبعاً ايكوال تو ذات إن ذا إن ذا somatic cells احنا قلنا إن الزيجوت ده أصلاً بينشأ من اتحاد الميل جميد مع الفيميل جميد وإحنا قلنا إن الميل جميد بيبقى N والفيميل جميد بيبقى N فيبقى N مع N هيدينا 2 N والنمبر أوف كروموسوم هنا هيبقى 2 N والنمبر أوف كروموسومز إن somatic cells برضو هيبقى 2 N وبالتالي دي هتبقى ايكوال تو Uh, when an object moves at a positive acceleration لما جسمها هيتحرك بعجله uh, تزايدية its final speed طبعاً is more than its initial speed ليه؟ لأنه لازم يكون سرعته بتزيد سرعته بتزيد عشان يبقى positive uh, acceleration يكون بيتسارع يكون ماشي uh, بعجلة uh, منتظمة تزايدية لما يكون الفاينل speed السرعة النهائية أكبر من الانيشال speed يبقى more than The radius of curvature is the space double the focal lens so, طبعا equal to the double of uh, focal lens لو تفتكروا القانون اللي خدناه ان R equal uh, to F لما قلنا ان ال radius of curvature uh, equal double the focal lens. Uh, compare between وناخد بالنا بقى من هنا عشان في ولاد بتتلخبط. Compare between velocity وuniform speed Uh, velocity طبعا uh, قلنا it is the rate of change of displacement هي معدل التغير في الإزاحة or it is the displacement covered by the uh, object uh, through uh, a unit time وطبعا برضو uh, ماشي خلاص uh, uniform speed بقى ناخد بالنا ده بيتكلم على الريجولار سبيد اليونيفورم سبيد مش اللي speed بس عشان في في ولاد بيقول يبقى هو كده بيقارن الفيلوستي اللي هي فيكتور كوانتيتي كوانتيتي يعني ولازم نقول ليها دايركشن والسبيد دي سكيلر uh كوانتيتي ومش مش لازم نقول فيها دايركشن لا هو انا بيتكلم على يوني يونيفورم سبيد اللي هي الريجولار سبيد اللي هي السرعه المنتظمه هنقول طبعا هو اصلا عايز المقارنه من ناحيه الديفينيشن بس يبقى هنقول ات از سبيد باي ويتش ذا اوبجكت موفز تو كفر ايكوال ديستانسز ات ايكوال اوف تايم Uh, correct the underlying words uh, صحح الكلمات اللي تحتها خط Acceleration is the value of a change of A of an object in one second الـ Acceleration طبعا هي قيمة تغير السبيد السرعة في وحدة الزمن يبقى هنشيل displacement ونخليها speed طيب هيليوم اند سبيس جازز اوفر ذا ميليونز اوف ييرز produces جالاكسيز ستارز اند ذا يونيفرس طبعا هيليوم اند هيدروجين الهيليوم والهيدروجين جاز هما اللي في خلال ملايين السنين انتجوا كل المجرات والنجوم والكون بالكامل Uh, in the mitotic uh, in the mitotic division اللي هو الميتوسيس the uh, nucleus and the nuclear membrane disappear هيختفوا النوية والغشاء النووي هيختفوا يبقى هيختفوا امتى لما تكون لسه الخلية هتتكاثر عشان تنقسم الى اتنين طيب uh, the, uh, at the end of metaphase لا طبعا false at the end of prophase at the end of prophase Uh, when an object moves at uh, a regular speed, it covers equal distances at unequal periods of time. طبعاً لا، ده لما يكون ماشي ب irregular speed. طيب uh, matching uh, reproduction by budding التكاثر بالتبرعم uh, طبعا قلنا ده بيحصل في الـ occurs in unicellular uh, organisms such as yeast fungus يبقى 1 مع C. The pole uh, of the mirror قطب المرآة طبعا قلنا it is the point in the middle of the reflecting surface يبقى 2 مع A. Uh, average speed is uh, the result of dividing the covered total distance and the uh, total time taken to, uh, to that Average speed مع دي The, crossing over, uh, the uh, crossing over phenomenon طبعا uh, takes place between the inner chromatids of each titrate uh, Show by drawing يعني وضح بالرسم the base of rays مسار الاشعه that uh, form an image of an object اللي بتكون صوره لجسم ما that is placed at a distance greater than the radius of curvature على مسافه uh, اكبر من radius of curvature يعني اكبر من uh, نصف قطر التكور يعني اكبر من c of a concave mirror طيب اول حاجه كده نبدا نرسم بقى ونبدا ناخد بالنا ان احنا هيبقى عندنا concave mirror اهو وهنبدا نرسم ادي هنا كده الاف وادي هنا كده السي وطبعا دول دي دي لازم تكون ايكوال دي طيب وادي كده الاوبجكت اهو طبعا هنرسمه كبير كده شويه آه وبالتالي بقى احنا طبعا كده كده عارفين آه ان آه طالما الاوبجكت هيبقى جريتر ذان سي الايمج بتاعته هتبقى بتوين سي اند اف الايمج بتاعته هتبقى بين سي اند اف وطبعا هتبقى انفيرتد وريال ومينيمايزد يعني هتبقى مصغره يعني هتبقى اصغر كده شويه طبعا uh, هنرسم الفيرست ري اللي هو بارل تو ذا اكسس و ات ريفلكتس باسز باي ذا فوكس وطبعا الري التاني ات باسز باي ذا فوكس اند ات ريفليكتد basis by the principal axis. Uh, Mention the properties of the formed image طبعا زي ما قلنا uh, هتبقى uh, inverted و real و uh, diminished or uh, smaller uh, than the object. طيب uh, complete the following sentences by the suitable words uh, ده طبعا الجيزه govern بقى امتحان الجيزه Uh, the change in the position of an object as time passes according to the position of another object is called motion نفس الفكرة برضو بتاعت أول سؤال في الامتحان اللي فات uh, تغير موضع الجسم بمرور الزمن uh, بالنسبة لموقع جسم آخر طبعاً قلنا دي اسمها motion uh, The uh, convex mirror uh, المرآة المح المح المحدبة Uh, whose reflecting surface is a part of the a surface of the sphere طبعا الconvex mirror is a part of the outer surface of the uh, sphere وعارفين طبعا ان الconvex mirror اللي هي بتبقى عاملة كده تمام يبقى فين الـ reflecting surface اهو oh, outer surface of the uh, sphere a uh, space is considered one of the fastest wild animals اه uh, ناخد بالنا السؤال ده من الاسئله اللي بتيجي ما بين السطور بيعتبر من اسرع الحيوانات البريه طبعا الشيتا uh, where its speed is 27 meter per second uh, والسرعه بتاعته بتساوي uh, 27 meter per second يبقى ده طبعا شيتا the object is put at uh, a distance is based the focal length of the convex lens اه oh, convex lens اللي هي قلنا ال convex lens اللي هي بتبقى كده اللي هي Converging lens اللي هي بت collect the parallel uh, uh, light rays اللي هي بتجمع الأشعة الساقطة متوازية. Uh, يبقى ماشي يبقى the object is put at a distance uh, at a distance A uh, the focal lens of the convex lens the formed image is virtual و and upright and enlarged. اولا طالما virtual يبقى طبعا at a distance less than the focal lens خلاص يبقى الجسم هيبقى هنا كده at a distance less than the focal lens عشان هو بيقول لي دي convex lens Uh, والصورة اللي تريد تريد virtual يبقى لازم يكون على بعد أقل من البعد الباري يبقى uh, at a distance less than the focal length uh, choose the uh, correct answer uh, a light ray falls on a plane mirror شواء ضوء هيسقط على plain mirror as in the opposite figure uh, it reflects whose the angle of reflection equals ايه طبعا أولا مش دي الأنجل of incidence إحنا قلنا إن الأنجل of incidence هي دي هي the angle between the incident uh, light ray and the normal uh, يبقى هي الانجل دي وطبعا عارفين ان الانجل دي هتبقى equal 60 خلاص يبقى برضو الانجل of يبقى دي كده الانجل of incidence وبالتالي الانجل of reflection هتبقى equal كام 60 بتالي سهلة جدا the uh, somatic cell with 2n chromosomes uh, its number uh, in the reproductive cell is A الخليه الجسديه اللي بتحتوي على 2 ان كروموسوم يبقى النمبر in the reproductive cell هيبقى ايه ما هو برضو 2N ما احنا قلنا ان يا ولاد ال reproductive cell هي هي نفس الفكرة بتاعت ال uh, somatic cell بس الفكرة ان ال uh, somatic cells دي بتنقسم بالميتوتيك وبتطلع كمان 2N لكن ال uh, reproductive cells دي بتنقسم بال uh, عشان تطلع الجاميتس اللي هي هتبقى N خلاص يبقى هي كل الفكرة بس لكن طبعا دي فيها 2N كروموسوم ودي فيها 2N برضو كروموسوم The person who suffers from one of the vision defects الشخص اللي بيعاني من أحد عيوب الإبصار The doctor advised him to use glasses with concave lenses الدكتور نصحه أنه يستخدم نظارات بكونكيف lens الكونكيف lens اللي احنا كنا لسه رسمنا قبل كده من شوية Uh, then uh, this means that he suffers from a decrease in the convexity of the eye lens surface نقص uh, في تحد كرة uh, عدسة العين ولا uh, increase in the convexity of the eye lens uh, زيادة في تحدب كرة العين ولا decrease in the eyeball uh, diameter نقص في كرة العين ولا can't see the near objects uh, clearly, uh, لا يستطيع أن يرى الأجسام القريبة uh, بوضوح uh, طيب يبقى احنا كده يا ولاد لازم نحلل كده الموضوع واحدة واحدة اولا هو الدكتور نصحه ان هو هيستخدم كونكيف لينسز زي دي الكونكيف لينسز بتعمل ايه بتعمل سيباريتنج لللايت ريز بتفرق اللايت ريز اللي هي فولز اون اللي هي فولز اون حلو طالما بتفرقهم بقى قبل ما يخشوا على العين يبقى عشان يقعوا على الشبكيه ما هو الـ الـ الدكتور نصحه عشان الصوره تقع على الشبكيه هنا بالظبط يبقى هنستخدم كونكيف لينز يبقى لما هنستخدمها بقى بعد ما الريز هتبعد كده الصوره هتقع على الشبكيه يبقى هي قبل ما نستخدم بقى الكونكيف لينز دي كانت ايه اكيد طبعا كانت ان front اوف ذا Uh, in the front of the, uh, of the retina uh, كانت بتبقى أمام الشبكية uh, وطالما بتتكون أمام الشبكية يبقى عندنا increase in the convexity of the uh, eye lens أو uh, uh, increase in the uh, diameter of the eyeball يبقى طبعاً هيبقى uh, increase in the convexity Uh, of the eye lens surface اللي هو طبعا uh, قلنا قبل كده ده هيبقى الشورت short-sidedness uh, The opposite figure represents one of the uh, of the faces of the cell division uh, الشكل اللي امامنا ده بيمثل احد uh, اطوار uh, انقسام الخليه طبعا ده الميتافيس عشان طبعا الكروموسومز are uh, arranged at the equator of the cell. What is meant by a car is moved by uniform speed. ماشية ب uniform speed يعني سرعة منتظم منتظمة. That it uh, then it covered وبعد ذلك then it covered وبعد كده a distance 180 hundred meter in a half minute. Calculate the speed of this car. احسب السرعة بتاعت uh, هذه السيارة. Uh, طبعا السرعة طبعا هي هنا ال distance بالميتر يبقى لازم نحول من minute ل seconds فدي طبعا half minutes يعني half ال 60 وبالتالي دي هتبقى طبعا 30 second يبقى ال speed بقى طبعا عارفين ان v equal d over t ادي ال d اهي 180 dividing 30 طبعا ده هيبقى equal Uh, 80 ديفايدن uh, سوري uh, 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 18 ديفايدن uh, 3 هيبقى ايكوال uh, 6 متر بير سكند. يبقى uh, هو أول حاجة بيقول calculate the speed of this car تمام خلاص أهي uh, وهو بيقول إن هي ماشية بـ uniform speed يبقى this means that the object covers uh, equal distances at uh, equal periods of time أو this means that the uh, <coughs> the car yani uh, covers uh, 6 meter uh, each 1 second this means, uniform speed this means that the car uh, covers uh, a distance of 6 meter uh, each 1 second write the scientific term of each of the following statements the value of the change of an object's uh, of an object's speed in 1 second Uh, قيمة التغير بتاعة سرعة جسم بالنسبة للثانية طبعاً قلنا دي اسمها acceleration uh, the part which is responsible for splits lengthwise of chromosomes into two pools uh, of the uh, cell during anaphase الجزء اللي مسؤول عن انه بينقسم طولياً في الكروموسوم أو المسؤول عن انقسام الكروموسومات طولياً uh, into two pools لقطبين يعني أو لنصفين of the cell during anaphase uh, طبعا الجزء ده اللي هو الاسمه اسمه السنترومير uh, uh, a type of asexual reproduction that takes place in plants uh, نوع من التفا... من التكاثر اللاجنسي اللي بيحدث في النباتات by different by different vegetative uh, sorry by different vegetative organs uh, without the need of seed طبعا only ده ال vegetative reproduction Uh, the regular speed by which the object moves to cover the same distance at the same period of uh, time هو بيقول لي بقى هنا the regular speed انا ما ينفعش اقول له regular speed لا ده هو بيقول ال regular speed اللي بيها اللي لو كان الجسم اتحرك آه بالريجولار سبيد دي كان قطع السيم ديستانس ات ذا سيم period اوف تايم دي على فكره الافريج سبيد وناخد بالنا يا اولاد من نمبر 4 دي كويس قوي عشان في اولاد كتير بيتلخبطوا فيها ومكاتبين ايه ريجولار آه سبيد او يونيفورم سبيد ما هو اصلا بيقول لنا الريجولار سبيد اللي بيها لو مشي كان آه هيقطع نفس المسافه في نفس الوقت يبقى دي الافريج سبيد ذا correct the underlined words آه convex lens its a focal length uh, 20 cm uh, when we put uh, an object at 40 cm uh, from the lens. يبقى اولا الconvex lens دي الconvex lens يعني طبعا عدسه محدبه اللي هي uh, collecting light rays اللي هي الconverging lens. تمام. طيب يبقى دي كده أول حاجة الفوكال لينز بتاعها 20 والأوبجيكت بقى عند 40 يبقى ده آت آ ديستانس دبل الفوكال لينز يعني هيبقى عند سي فروم ذا لينس ذا فورمنج إيمج آت 20 سنتيمتر ديستانس الصورة اللي هتتكون هتبقى على بعد 20 سنتيمتر لا طبعا هتبقى على بعد برضه 40 سنتيمتر لأن الصورة هتتكون برضه عند سي

النصف قطر التكور بتاعها 16 سنتيمتر زين the focal length of it is 32 لا طبعا هيبقى الفوكال لينس هيبقى 8 لان احنا عارفين ان الفوكال لينس هاف الراديوس radius of curvature. Each uh, galaxy has a distinctive shape uh, زي ما قلنا كل مجره ليها شكل محدد او شكل خاص بيها according to harmony and order of the groups of ستارز ان ات طبعا uh, كل uh, مجرة زي ما قلنا ليها شكل خاص بيها uh, طبقا لتناسق وترتيب uh, مجموعات النجوم يبقى بدل بلانس دي هيبقى ايه ستارز ان ات وات وين ات هابنز يعني متى يحدث ذلك The real speed of a moving object is equal to its re its relative speed. لما uh, امتى يحصل ان السرعة الحقيقية بتاعة جسم متحرك تكون بتساوي السرعة النسبية طبعا قلنا when the observer is at rest لما بيكون الملاحظ at rest زي رجل المرور اللي بيبقى واقف جنب الإشارة بتاعة المرور كده ده بيبقى واقف زي ما هو وبالتالي لو شاف العربية مثلا ماشية بسرعة معينة بتبقى السرعة اللي هو شافها دي السرعة النسبية اللي هي ال relative speed equal to the real speed of the car هي هي نفس السرعة الحقيقية اللي العربية ماشية بيها Put true or false in the front of the following statements. Uh, the starfish reproduces uh, asexually by binary fission. Uh, uh, binary fission. طبعاً False. Uh, the starfish uh, reproduces uh, asexually by uh, regeneration. أو ممكن نشيل uh, starfish ونخليها مثلاً uh, أميباً، uh, تمام. Uh, the moving body uh, in uh, uh, in regular speed uh, is represented in uh, graphical relation distance-time by a straight inclined line passing through the origin point. الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه بيمثل على الريليشن ديستنس وتايم جراف نفتكر كده لما قلنا ان الديستنس هو اللي هيبقى على الفيرتيكال والتايم هو اللي هيبقى على الهوريزونتال يبقى ادي كده الديستنس على الفيرتيكال والتايم على الهوريزونتال وهو بيقول بقى استريت انكلايند لاين يعني خط مستقيم بس مائل يعني اللي هو ده كده عادي اللي احنا عارفينه هو بس مزود انكلايند ودي معناها ان هو مائل يعني بس through اوريجين origin بوينت اه طبعا عشان هو بيمثل ال regular سبيد يبقى دي طبعا هتبقى ترو لما طبعا هنا هيبقى الديستانس وهنا طبعا هيبقى التايم The uh, meiotic cell division uh, is occurred in the uh, somatic cells طبعا فولس. ال meiotic cell division بيحصل في ال uh, reproductive uh, cells. يبقى يا اما نصحح ال somatic cells ونخليها reproductive cells يا اما نصحح meiotic ونخليها mitotic. Uh, if a person riding a bicycle and covered a distance uh, 1700 meter at east ناخد بالنا طالما بدا يقول لي بقى دايركشنز وايست وكده يبقى هو بيتكلم على الفيلوسيتي والديسبليسمنت displacement uh, then covered uh, 100 uh, 1900 meter at uh, west غربا الله ايه ده يعني لا طلع لفوق ولا نزل لتحت ولا اي حاجه اه طبعا ولا اي حاجه هو بيقول لي ان هو مشي كده ناحيه الشرق uh, 1700 متر حلو وبعدين كفرد 1900 متر ات ويست يبقى رجع كده تاني بس رجع بقى المره دي قد ايه اه لا زود شويه رجع 1900 يبقى هو بدا الحركه من هنا وبعدين ان... يعني انهى الحركه هنا هو بدا الحركه اهو من هنا دي الستارتنج بوينت اوف موشن ودي الاندنج بوينت اوف موشن The difference between displacement and the distance uh, traveled equals 200 meters. The uh, ما بين الديسبليسمنت والديستانس ترافلد هيبقى ايكوالز 200 متر يبقى احنا كده لازم نحسب الاول الديسبليسمنت ولازم نحسب الديستانس اولا الديسبليسمنت هتبقى طبعا 1900 Minus uh, 1700 لان الجزء ده بس هو اللي هيبقى الديسبليسمنت وده طبعا هيبقى 200 متر ده ايه بالظبط؟ ده ده الديسبليسمنت. طيب الديستانس بقى اللي هتبقى كفرد، آه طبعا الديستانس بقى لا ده يبقى مشي كده 1700 وبعدين هيبقى رجع تاني اهو هيبقى رجع تاني 1900 وبالتالي الديستانس بقى هتبقى قد ايه؟ ده هتبقى 1700 بلس 1900 المفروض كده هيطلع Uh, 3600 يبقى 3600 ماينس uh, 200 متر هيطلع 200 متر طبعا فولس الديفرنس بين الديسبليسمنت اند ديستانس ترافل طبعا هيبقى الفرق بقى زي ما قلنا هيبقى ايكوال uh, 300 uh, 40 سوري 3400 متر Find the different word uh, that doesn't fit the following statements uh, from the uh, unicellular uh, protozoans قلنا دي من الاوليات الحيوانيه اميبا باراميسيوم يوجلينا بكتيريا طبعا هنخرج بكتيريا uh, لان احنا خدنا ان اليونيسيلر بروتوزونز هم الاميبا الباراميسيوم اليوجلين from the parts of the image which is formed by the concave lens من الخصائص بتاعة الصور اللي بتتكون بالكونكيف لينس ناخد بالنا نفتكر تاني ان دي كده الكونكيف لينس ماشي عشان محدش حدش آه طبعا بتبقى إيركت آه طبعا تمام بتبقى ديمينجد تمام بتبقى ريال لا طبعا فورس ما بتبقاش ريال دي بتبقى المفروض آه Uh, the importance of mitosis uh, cell uh, division uh, أهمية uh, الانقسام الميتوزي طبعا produce eggs لا طبعا دي بقى بالذات لا خالص لأن دي من بتاع يعني من الـ الأهمية بتاعت uh, myosis uh, my uh, cell division طب compensation of the damaged cells آه طبعا احنا قلنا دي من importance بتاعه الميتوتيك Uh, produce a cell similar to the parent cell اه uh, برضو دي من الإمبورتنس بتاعت ال mitotic ان هو هيطلع خلايا uh, تشبه الخلايا الابويه بالظبط growth of living uh, organisms uh, نمو الكائن الحي اه uh, طبعا برضو قلنا uh, ده من الإمبورتنس بتاعت ال mitotic cell division Uh, the virtual image is always الصور الصور التقديريه بتبقى دائما ايه is formed as a result of the intersection of the extensions of the light rays اه طبعا صح طالما فيرتشوال يبقى بتتكون نتيجه التقاطع او التداخل بتاع امتدادات الاشعه it cannot be received on a screen اه طبعا برضو لا يمكن استقبالها على حائل بتبقى ابرايت اه طبعا كلها بتبقى معتدله in front of the mirror؟ لا طبعا فورس بقى دي لازم تكون behind the mirror يعني خلف المراه يبقى طبعا الكلمه الغريبه هنا هتبقى in front of the mirror. Uh, what are the results when we placing a plane mirror to the right and left of the driver instead of the convex mirror؟ uh, ايه او ما النتائج اللي هتترتب على لو احنا uh, وضعنا plane mirror مرآة مستوية على يمين وعلى يسار السائق بدل من الكونفكس ميرور اولا طبعا البلين ميرور برضو بتكون صور برضو اريكت وبتكون صور برضو فيرتشوال لكنها بتكون صور ايكوال تو ذا اوبجكت عشان كده يا ولاد لو حطيناها على يمين وعلى شمال السائق هتجيب وراه مسافه صغيره وزاويه رؤيه كمان صغيره لكن طبعا الكونفكس ميرور هتدينا مسافه كبيره وهتدينا زاويه رؤيه واسعة يبقى طبعا هيحصل ايه اول حاجة طبعا هنقول it will form a virtual erect and equal to the object in size وناخد بالنا كمان هتبقى برضو literally reversed او literally inverted يعني reversed هتبقى معكوسه يعني اليمين شمال والشمال يمين وبالتالي برضو ما هواش هيبقى شايف كويس. بعد ما هنقول بقى البروبرت دي هنقول سو so it doesn't give the driver a wide range of view to the road behind him. ماشي. Question 4: the vector physical quantity طبعا الvector uh, physical quantity هنختار معاها ايه من هنا enough to identify it magnitude as well as direction طبعا uh, كفايه عشان نعرفها الماجنتيود از ويل از دايركشن اه طبعا احنا قلنا لازم المج ولازم الدايركشن هو حاطط انف تو دي يعني عشان يلخبطنا لكن طبعا مع وان هنختار سي عشان لازم نعرفها بالمجنتيود والدايركشن ذا يونيفرس ذا يونيفرس اللي هو الكون ذات كونتينز جالاكسيز ستارز بلانيتس اند ليفينج اورجانيزمز يبقى تو مع دي ذا distance Uh, it is the product of moving object speed multiplied by time. طبعا, هي ال speed times the time. Is the containing of uh, helium and hydrogen gases uh, form the fusion of uh, atomic particles produced by the Big Bang. Uh, study the following figures, then answer the question. Uh, show by drawing the path of the uh, incident ray. Uh, which falls on the concave uh, mirror surface طبعا uh, ده uh, هيبقى uh, زي ما احنا عارفين parallel to the principal axis it will uh, reflect bases uh, Bases by the uh, focus وطبعا هنجيب بقى بالمسطره كده هنبدا نرسم بقى كده Bases by the uh, focus تمام وطبعا لازم الصوره هتتكون هنا ولازم برضو بالمسطره نقيس ولازم تكون قد الاوبجكت لان الاوبجكت ات أه سي يبقى لازم الطول اللي هو هين... هيطلع هنا هينتج هنا يعني هيساوي الطول ده mention the properties of the formed image طبعا قلنا هتبقى real و inverted و equal to the object in size the figure represents one step of uh, a biological phenomenon. What is the name of this uh, phenomenon? ايه اسم هذه الظاهره؟ طبعا قلنا اسمها uh, crossing over uh, phenomenon. Uh, what is the uh, results if this uh, if this uh, phenomenon doesn't happen? Uh, ايه هي ال ال النتائج اللي لو الظاهره دي لم تحدث؟ طبعا uh, there is no variation in the uh, genetic uh, traits uh, in the uh, office brain او uh, between the uh, members Uh, of the uh, same uh, species. Uh, what happens when بوتينج ايست فانجس in a, a warmed sugary solution؟ اه oh, دي بقى الاكتيفيتي اللي كنا خدناها في الاخر وهو بيقول بوتنج ايست فانجس لما نحط فطر الخميره في uh, محلول سكري دافئ. طيب uh, اول حاجه هنقول كده جمله كده عامه عشان اللي يعني مش هيبقى حافظ uh, كويس او uh, uh, هيكتب نص نص برضو يبقى ياخد درجه برضو كويسه. هنقول uh, it will reproduce by budding. آه هيتكاثر بتكوين آه البرم او هيتكاثر بالطبع. روم. طيب دي كده in general. آه هاو بقى آه او آه as following مثلا كما يلي. نمبر 1 the lateral is begin to appear Uh, at one side of the parent cell uh, هيبدأ يظهر بروز uh, uh, جانبي على uh, أحد جانبي الخلية تاني حاجة the uh, nucleus in the parent cell النواب بتاعت الخلية الأبوية uh, uh, divided uh, into two uh, new nucleus uh, one of them uh, stay in the parent cell and the other migrate to the Uh, uh, and the uh, other migrate to the bud uh, النواة هتنقسم الى uh, قص... الى جزئين uh, واحده منهم هتفضل في الخليه الابويه والتانية هتهاجر الى البض وبعدين بقى بيبقى في تو uh, probabilities بيبقى في احتمالين uh, the uh, bud uh, uh, when the bud grows عندما ينمو البض uh, it may be separated from the parent cell and forming a new cell ممكن ين... آه ممكن آه ممكن بينفصل عن الخلية الأبوية آه وبيكون آه نيو آه نيو سيل آه or آه still connected to the parent cell آه forming آه a colony آه وهيكون آه مستعمرة